السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في مخيم الوحدات عمان الأردن في بيت العم أبو بسام. اليوم هو يوم الاثنين الموافق 10 من شهر تشرين الثاني لعام 2003. نرحب بكم في مقابلة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. هذا البرنامج الذي يستهدف تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية عن النكبة والجهات المسؤولة عنه، تحالف العودة إلى فلسطين في أمريكا وفلسطين في الذاكرة. palestineremembered.com. أسئلة هذه المقابلة تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف لتكوين صورة عن الحالة الإنسانية والاجتماعية والثقافية قبل النكبة لشعب فلسطين، والقسم الثاني يهدف لنقل صورة عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي مخيمات اللجوء والشتات. أجرى هذه المقابلة عبد المجيد ياسين دنديس. والسؤال الأول الذي أتوجه به للعم أبو بسام هو طلب التعريف باسمه الكامل. حموده إبراهيم محمد قطيط. إذا ممكن تعرفنا بتاريخ الميلاد. 1934 ميلادي. تعرفنا بالاسم الكامل للوالدة للوالد. إبراهيم محمد قطيط. الاسم الكامل للوالدة. فاطمة حماد إبراهيم الصوص. هل من ممكن أن تعرفنا عن اسم قريتك في بيت محسير؟ وإداريا بيت محسير لأي مدينة كانت تتبع؟ تابعة للقدس. مدينة القدس. كم تبعد قريتك عن مركز المدينة؟ 22 كيلومتر. من أي جهة؟ من الغرب. من الجهة الغربية. نعم. ممكن توصف لنا الطريق الذي يؤدي من قريتك بيت محسير إلى المدينة، إلى مدينة القدس؟ نعم تفضل. يعني من البلد لحد القدس ولا؟ نعم، من القرية، من بيت محسير للقدس. تمرك أول شيء، بتخرج من بيت محسير بتمرك عن سريس، بتمرك عن قرية أبو غوش، عن لفتة. نعم. عن كالونيا وعلى القدس. نعم. هل هذا الطريق كان معبد؟ نعم كان طريق معبد. نعم. طيب إذا ممكن عمو بسام، بدنا نحدد القرى التي كانت تحيط بقريتك. نعم. وبدنا نحكي، إحنا عم نحكي قبل عام 48. نعم. قبل عام النكبة. نعم. وخلينا نبدأ من الاتجاه الشمالي. من الشمال يا سيدنا بتيجي رأس الحية. نعم. بعدين ديريو، بعدين الأطرون. إذا ممكن تذكر لي اسم القرية وكم تبعد عن قريتك بيت محسير؟ رأس الحية بيبعد تقريبا يعني لما تكون 2 كيلومتر. نعم. ديريو بتبعد 3 كيلومتر. الأطرون بتبعد 4 كيلومتر. نعم. عمواس بتبعد 7 كيلومتر. الكباب بتبعد حوالي 15 كيلومتر. بعدين بتيجي أبو شوشة. من أي جهة؟ من الشمال كله. شمال. نعم. نعم. تفضل. هذا من الشمال. نعم. ناخذ الاتجاه الآخر. من الجنوب أو من الغرب أو من الشمال. ناخذ الجهة الغربية. من الغرب تيجي بلا قرية اسمها فيضون. وكم تبعد؟ تبعد حوالي 20 كيلومتر. نعم. بعدين خلدة برضه تبعد حوالي 20 كيلومتر. نعم. بعدين من الجنوب خربة بيت سيسين تبعد حوالي 20 كيلومتر برضه. بعدين بيت جيز تبعد حوالي 15. بعدين 20 وشوى ببعدين حوالي 10 كيلو. نعم. بعدين بتطلع فوق تسلا تبعد حوالي 5 كيلو متر. نعم. ناخذ الجهة الجنوبية. هو الجنوبية هذه. أخذنا الجنوبية. إذا صار عندنا شمالي، الغربي، الجنوبي، بقي الاتجاه الشرقي. الشرقي ساريس. كم تبعد؟ تبعد 2 كيلو متر. نعم. طيب إذا ممكن توصف لنا الطرق اللي كانت تربط قريتك بيت محسير بالقرى المجاورة. طريق ما فيش طرق معبدة، وقت طريق تطلع من الخط الرئيسي اللي عند سريس لبيت محسير تبعد 2 كيلومتر، مش معبدة، ترابية. طريق ترابية. نعم. وفي طريق بتطلع من المعصي على بيت محسير برضو طريق ترابية ما كانت معبدة. نعم. كان في أهالي القرى يسلكوا طرق فرعية غير الطرق الرئيسية حتى لو ما كانتش معبدة، يعني طرق بالوجهان، طريق رجلية بقت. احكينا عنها هذه. بقت طريق تطيح من بيت محسير على إشوا، وطريق تطلع تطيح من بيت محسير على كسلة. نعم. وطريق تطيح من بيت محسير على قرية العمور. وطريق تطيح على باب الواد. على باب الواد. نعم. نعم. عمو بسام، هل كان يوجد مستوطنات لليهود حول قريتك؟ لا.
إطلاقا من مرة نهائيا. بدنا نعود بالذاكرة قبل عام 48، 100 و200 300 سنة 400 سنة. نعم. كبار السن شو كانوا يحكوا أمامك عن عائلتك قطيط؟ كيف تواجدته في قرية بيت محسير؟ والله أنا ما بعرف شنو. ما حكوا عن. لا ما كانوا. طيب هذه العائلة كبار السن يعني شو ذكروا أمامك؟ قديش إلها ببيت محسير؟ والله هذا وعوا وهم كبار فيها يعني. نعم. يعني بنقدر نقول من مئات السنين. نعم من مئات السنين. هذه العائلة. قرية عربية هذه من مئات السنين. العائلة أنا بحكي عن عائلتك قطيط. بدنا نبقى ببيت محسير القرية. نعم. إذا ممكن تذكر لنا الحارات كيف كنتوا أنتوا يعني موزعين القرية حارات؟ والله بقت حارات وحماير وعائلات يعني زي ما تقول كل هذه حارة دار سعادة هذه حارة دار داود. حارة دار سعادة من أي جهة كانت؟ كانت من الشرق للشمال. الشمال الشرقي. نعم. نعم. حارة دار داود بقت غربة لقبلة. نعم. حارة العباب ده بقت غربة. حارة النجاجة برضو بقت غربة. نعم. مستكمل هاي حارات البلد. نعم. من الجهة الجنوبية مين كان سكانها؟ دار داود. دار داود. نعم. بدنا أيضا نبقى في قريتك بيت محسير. بدنا تحكي لنا عن المدارس اللي كانت موجودة في القرية. كان فيها مدرستين، واحدة من الصف الأول للصف الرابع، وواحدة من الصف الرابع للسابع. نعم. سبع صفوف كان فيها. ناخذ الاولى اللي هي من الاول للرابع، وين موقعها في القريه؟ هذه في وسط البلد غرب البلد يعني تلك غربة. نعم. تتذكر اسم مديرها؟ الاستاذ بكاء اسحاق. اسحاق. اسم العائله بتذكره؟ والله من القدس كان، من مدينه القدس. نعم. نعم. تتذكر المدرسين او بعض المدرسين اللي كانوا فيها؟ والله بكى فيه واحد اسمه اسماعيل، وبكى فيها حسن. نعم. وبكى الشيخ خليل اسعد يعطينا دين الله يرحمه. تعيش. بدنا تذكر لنا اسماء زملائك اللي كانوا معك على مقاعد الدراسة. والله بكى واحد النمر اسعد اسمه. وعباس، وبعدين محمود غنيم. نعم. طيب خلينا ننتقل للمدرسة الثانية، وين موقعها؟ في شرق البلد لشامة. نعم. هذه كانت تدرس من الرابع للسابع. نعم. درست فيها حضرتك؟ كل السنة المدرسة. نعم. متذكر اسم مديرها هذه المدرسة الثانية؟ فريد. فريد ايش؟ والله من القدس الأخرى. أيضا من مدينة القدس. نعم. طيب تتذكر حدا من المدرسين بالمدرسة من بلدنا يعني؟ لا اللي كانوا يدرسوا فيها برضه هم كانوا تابعين للمدرسة دي. للمدرسة. طيب اللي من الرابع للسابع تتذكر حدا من زملائك؟ طبعا. تفضل. هم اللي سميت لك إياه. نفس الأسماء تابعتوا أنتوا بالمدرسة. نعم من الأول والله للسابع هنا معهم. نعم. اللي كان يخلص الصف السابع من طلاب بيت محسير وين كان يروح يكمل دراسته؟ والله هذا هو الكفاءة تبعته، هو زي ما تقول المادة تبعت أهله. نعم. في من ناس يوديه مع القدس على الإبراهيمية يدرسوا، وفي ناس يلحق الفلحة. نعم. وفي ناس يلحق البوليس في الإضافية يلحق. نعم. المسجد في قرية بيت محسير أين يقع؟ في نص البلد. في منتصف القرية. نعم. نعم. ممكن تذكر لنا اسم المؤذن بالمسجد؟ الشيخ حسين أبو حجيج. واسم الإمام؟ الشيخ خليل أسعد. نعم. الشيخ حسين والشيخ خليل من بيت محسير. نعم. من بيت محسير. نعم. بدنا نحكي عن المقامات في بيت محسير. سيدي أحمد العجمي. أين يقع؟ في شرق البلد. وكم يبعد عن منتصف القرية؟ يعني بيبعد نصف كيلو. حوالي نصف كيلو. نعم. ممكن توصف لنا إياه المقام؟ هذا في أعلى منطقة في البلد، وبعدين في المقبرة حواليه. نعم. وبعدين في قدامه ملعب كان نستعمله للطلاب. نعم. في مقامات غير هذا المقام في البلد؟ لا ما في. ما في. بدنا نحكي عن المخترة بقرية بيت محسير. يعني المخترة. المخترة. نعم. نعم. إذا ممكن تذكر لنا أسماء المخاتير اللي كان أنا اللي بعرف ثلاث مخاطير فيها. نعم. واحد اسمه عزات محمود أسعد، وواحد اسمه ياسين خليل محمد علي سليم، وواحد اسمه ياسين هذا نعم ممكن الحاج حامد. الحاج حامد. نعم. حامد علي صالح. نعم. متذكر المخاتير اللي استمروا حتى عام النكبة وعام الهجرة؟ هم نفسهم الأسماء هذول. نعم. نعم. كان في عيادة صحية ببيت محسير؟ مستوصف بك فيها. مستوصف موجود. نعم. كان في طبيب ولا ممرض؟ لا ممرضة. ممرضة. هل تذكر اسمها الممرضة؟ بديعة.
ست بديعة. ست بديعة. وبعدين تغيرت أجت واحدة بدالها ست وديعة. نعم. هذولا من خارج قرية بيت محسير. هذولا مكان يجيب الخارج. نعم. نعم. طب هذه كانت عبارة عن مستوصف. نعم. مرضى بيت محسير وين كنتوا تتوجهوا للعلاج؟ على القدس. على مدينة القدس. نعم. نعم. المقبرة عم أبو بسام أين تقع في القرية؟ شرق البلد. كم تبعد عن مركز القرية؟ نص كيلو. نعم. البيادر أين تقع؟ غرب البلد. غرب البلد. أيضا كم تبعد عن مركز القرية؟ 2 كيلو. حوالي 2 كيلو متر. نعم. كانت في بيادر واحدة ولا أكثر؟ في بيادر واحدة لبيت محسير وفي واحدة غربة في دير محسن بكر. نعم. بدنا نحكي عن الآبار بيت محسير. نعم. تفضل ممكن تشرح لنا عنها. في أبار يعني زي ما تقول قديمة رومية هذه بكت هذه للدواب وللطين وللبنى يستعملوها. نعم. نحف. وفي بيار جمع هذه بكت بركاتها قليل اللي يرد عليها في بير اسمه بير الحمة هذا اللي يشربوا منه الناس. أين يقع بير الحمة؟ هذا شمال البلد. كم يبعد عن القرية؟ يعني بعد نصف كيلو برضو. حوالي نصف كيلو. نعم. نعم. في آبار غيره ممكن تذكر لنا إياها؟ وفي البير الصغير هذا بكت للدواب. وموقعه وين كان؟ برضه جنب البير هذاك بس ببعد عنه حوالي 200 متر. نعم. عيون ماء كان في بيت محسير؟ عيون لا ما كان. ما كان فيه. لا. برك كان في عندكم؟ لا لا. ولا بركة؟ لا. نعم. بدنا نحكي عن الأودية التي تحيط بقرية بيت محسير. من المعروف إنه بيت محسير موجودة على مرتفع. نعم. على تل. نعم. وبالتالي في أودية بتحيط فيها من الجهة الشمالية والجهة الجنوبية. إذا ممكن توصف لنا إياها؟ من الجنوب وادي العمور بكل يقولوا لها. نعم. نعم. ومن الشمال وادي البير الصغير. طيب هذه الأودية يعني خلينا نأخذ اللي من الجهة الجنوبية. نعم. إلى أين امتداده يصل؟ هذا بقى يودي يطيح يمرق من جنب المحاسن من أرض المحاسن البركاف وينزل على شواع ويغرب. نعم. الوادي الآخر اللي من الجهة الشمالية. لكن برضه بقى يطيح زي ما تكون من يجي من سريس ويطيح على بيت محسير ويطيح على غرب يغرب. نعم. من المعروف إنه أهالي بيت محسير مزارعين فلاحين. نعم. وأيضا كان في جزء منهم يعمل في مهنة تربية ورعاية الأغنام والحلال. نعم. وين كانت مناطق رعي الأغنام والحلال عندكم؟ كانت هذه جنوب البلد وشرق البلد. نعم. وغرب البلد برضه. كانت أرض مملوكة لكم ولا كانت في كانت أرض مشاح. أرض مشاح. أرض مشاح. نعم. نعم. بيت محسير أراضيها زراعية. أراضيها الجبل فوق زراعية ومنها غربها سهل. سهل. نعم. كان فيها بساتين؟ نعم في الجبل. بالجبل. ممكن تذكر تحكي لنا عن البساتين اللي كانت موجودة؟ أكثر شيء كان الزيتون فيها. نعم. وبعدين العنب والتين والتفاح والخوف بس كان يعني عقد استهلاك البلد هذا. أشهر بستان كان ببيت محسير؟ واحد اسمه عبد اللطيف. صاحب عبد اللطيف. نعم. اسم عائلته ممكن تذكر؟ تيم. عبد اللطيف تيم. نعم. وين بقع بستانه؟ هذا شمال البلد. شمال البلد. بيت محسير كان فيها مقهى قبل عام 48؟ كان فيها واحد. واحد. ممكن نعم. تذكر لنا وين موقعه واسم صاحبه؟ والله صاحبه محمود علي يوسف وكان هو في نص البلد ببعد عن الجامعة بجوز 200 متر. نعم. صالون حلاقة أو صالونات كان في موجود ببيت محسير؟ كانوا فيه اثنين حلاقين. تحدد لنا وين مواقعهم وأسماء أصحابهم؟ في نص البلد كانوا. نعم. أسماء أصحابهم؟ واحد الشيخ محمد الخطيب وواحد يوسف عفان اسمه. نعم. ملاحم كان في عندكم؟ كان في ملاحم. نذكر أهم الملاحم اللي كانت موجودة ببيت حسين محسير. محمد محمود. نعم. وحسين الكبير بقى يقولوا له هذا واحد منهم زي ما نقول وعبد الحافظ النجار. هذول موجودين بوسط البلد؟ دائما هذول بوسط البلد. فرن كان موجود؟ فرن لا ما كانش. نعم. طوابين كان. كانت الناس تعمل طوابين. طيب بدنا نحكي عن المعالم الأثرية عم أبو بسام اللي بقريتك ونقصد فيها الخرب أو الإخرب. في خربة خير من البلد وكبلة. كم تبعد عن القرية؟ في طرف البلد يعني ما نعم. تبعد نص كيلو متر. نعم. زي ما تقول. غيرها. وفي الخربة من شامة هذه. نعم. بكت راس باب الواد. ممكن تذكر لنا اسمها بتذكر اسمها؟ والله ما هي بقول كل الخربة هذه. طيب. شو كانوا يحكوا كبار السن هذه الخرب يعني بتعود لأي عهود كانت؟ والله هذه بقول يكون رومية. رومانية. نعم. ممكن عم أبو بسام تذكر لنا أسماء العائلات والحمايل في قريتك بيت محسير؟ والله هذه بقى فيها أربع حمايل شوار. نعم. والكل حمولة بركافة بتلم من عائلات ومن فندات. تفضل. نحكي عائلة عائلة وشو الفخاد اللي بتفرعوا منها؟ أول إشي عائلة
دار سعادة. حمولة دار سعادة. نعم. بعدين حمولة دار دهود، حمولة العبابدة، حمولة النجار. نعم. ناخذ دار سعادة. دار سعادة. فخاد دار سعادة. والله عاد أنا هالكيف بجوز أسمي شيء. اللي بتتذكره. وإحنا يعني حابب أنت يعني تنوه بالمقابلة إنه ممكن الإنسان يسهى، ممكن ينسى عامل الزمن، مش مقصود إنه نتجاهل أحد، لكن حسب ما تسعفك الذاكرة. والله دار سعادة أنا اللي بعرفه زي ما تقول دار علكم. نعم. بعدين دار تيم. نعم. بعدين دار أبو حمد الله. نعم. هذول من دار هذول. بعدين عدم المؤاخذة دار دهود، دار سليم فقط عندي مذهول، وبعدين النجازة دار سائر مسلم سلمان وغانم وغنيم. والنجازة دار عبد الرحمن والعبابدة. نعم. العبابدة والله دار درويش حسان وفي بعض الحمايه. نعم. بدنا تذكر لنا أهم المنتجات الزراعية اللي كانت بقريتك. كانت تشتهر بالحبوب، القمح والشعير والذرة. الذرة البيضاء ولا الذرة الصفراء؟ الذرة البيضاء، لا الصفراء ما كان. نعم. البيضاء. طيب أهم المنتجات الحيوانية اللي كانت من الأغنام من الحلال. والله كان الدواب البقر والغنم. شو كنتوا يعني شو الإنتاج الحيواني كان يطلع؟ حليب، ألبان؟ لا كان كايم بذاته يعني زي ما تقول. نعم. هاي المنتجات الزراعية كانت تكفي حاجة البلد؟ تكفي حاجة البلد أم كان في يزيد؟ لا كان يزيد والصدر. طيب اللي يزيد وين كنتوا تسوقوه؟ كان يبيعوا على السوق. على السوق. نعم. طيب تذكر عمي أبو بسام في تلك الفترة كان مبدأ المقايضة موجود؟ يعني تبدل بضاعة ببضاعة بدون ما تدفع فلوس؟ والله بقوا يجوا، لا ما كانش، كانوا يروحوا يبيعوا على اللد والرمل زي ما تقول في مدينة اللد والرمل. نعم. وعلى الكرة يرجعوا زي ما تقول بمصاري. نعم. في بيت محسير هل كان يوجد لديكم معصر الزيتون؟ نعم كان في بيت زيتون هذا في الأول وبعدين صار في معصرة في الآخر. نعم. المعصرة وين موقعها؟ شرق البلد. ومين صاحبها؟ عزات. عزات مين؟ والثانية بقت عزات نذكر اسم عائلته إذا ممكن. دار سعادة. عزت سعادة. الثانية؟ المعصرة الثانية الحاج حامد. حاج حامد من أي عائلة؟ من دار سعادة برضو. أيضا دار سعادة. وين موقعها الثانية؟ برضو شرق البلد. شرق البلد. بابور طحين كان في عندكم؟ اثنين برضو. اثنين. نحاول نذكر مواقعهم وأسماء. مطرح الزبد ومعصرة الزيت والبابور مع بعضهم بعض. أصحابهم؟ عزات والحاج حامد. نعم. في عام النكبة شو المهنة اللي كنت تعمل فيها؟ أنا كنت في المدرسة. ما زلت طالب مدرسة؟ نعم. نعم. طيب مهنة عائلتك، المهنة العامة لعائلتك؟ فلاحين. مزارعين؟ نعم. نعم. في قريتك بيت محسير قبل عام 48؟ نعم. كان يوجد نادي رياضي ثقافي اجتماعي؟ كان في فريق فوتبول عندنا. فريق فوتبول؟ نعم. نعم. وكان يعمل نشاطات؟ نعم نعم، كان نروح نلعب في الكرة المجاورة إنه وحتى في الكرة نروح نلعب. نعم. بدي تذكر لي البيت اللي كنت تسكن فيه مع عائلتك. نعم. كان ملك ولا مستأجر؟ لا ملك. ملك. طيب ممكن توصف لي يا البيت كيف كان؟ اول شيء البيت اللي كنت انا اللي باوعى اللي وعيت فيه زي ما تقول بيت قديم خشب. نعم. كوسين اقواس. نعم كوسين. نعم. طيب سقفه خشب كان؟ خشب وطينة من فوق. تمام. تفضل كيف شكله، كيف مدخله، كيف من داخل؟ نعم نوصفه. بيت يوم لك تخش فيه بلكة فباب بيفتح شامة وبعدين بتخش بتلك المصطبة وبتلك كاع البيت وبتلك الخواب جوا اللي لك كمح ولا الشعير ولا وبتلك المتبت وبتلك محل البقر فيه عدم المخل الدوام. نعم. إذا هو كان بناء قديم من اللبن. نعم. جاي بشكل أقواس. نعم. نعم. السقف خشب ما فيهوش عفن. صواديد. 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 بنفس الوقت شكل الشبابيك كيف كان؟ كان في شباك واحد بكوس. قوس. نعم. طيب تقريبا متى تم بناء هذا البيت اللي كنت تسكنه مع عائلتك؟ والله هذا زمن جدي. من زمن نعم جدك. قبل عام 48. نعم. هل تم ربط قريتك بيت محسير بشبكة الكهرباء؟ لا ما وصلتكم الكهرباء. طب شو وسائل الإضاءة اللي كنت تستعملوها؟ الضوء. سرائل ولامبة نمرة 2 أو نمرة 4. نعم. نعم. شبكة المياه وصلت لقريتك؟ لا ما في مي. ما وصلت. مي الجمع كانت عندنا. طيب ممكن إذا بسعفنا الوقت معنا حوالي 3 دقائق تحكي لي عن أملاككم في القرية، أملاك عائلتك، والدك. نعم. تفضل.
والله إن إحنا زي ما تقول في القرية أرض زي ما تقول حواشير. نعم. وإن في دير محيسن خربة اسمها دير محيسن. نعم. أرض مفتلة. خلينا نحكي عن بيت محسير الآن. نعم. قبل دير محيسن. نعم. وين أراضيكم؟ شمال البلد. وشو مساحة كل قطعة تملكوها؟ والله إحنا هذاك بكونش يقول يعني زي ما تقول حواشير. نعم. بكونش يقول أولاد ولمات ولا بكون يقول زي ما تقول فدان. نعم. كم حكورة كان عندكم شمال؟ والله بجوز أربع حواكير. أربع حواكير. نعم. غير البيت اللي كنت تسكنوا مع عائلتك شو نعم. لكم أملاك بيوت؟ ما في غير بعدين قبل ما طلعنا أبويا بنى عقد. نعم. تركنا العقد البيت القديم وسوينا عقد جديد. عقد حجر بنى حجر. آه. نعم. بدي تذكر لي عمو بسام أسماء أشخاص مشهورين في قريتك. من نوع يعني اللي تابعوا الدراسة والعلم، من نوع اللي تابعوا الدراسة بالأزهر، أسماء كانوا أشخاص مشهورين قريتك بيت محسير. بقى واحد اسمه الشيخ خليل أسعد الله يرحمه تعيش، والشيخ عبد الله قطيط اللي هو عمي. نعم. والشيخ خليل صالح. وين درسوا هذول؟ في الأزهر. في الأزهر. نعم. طيب بدي إذا ممكن قبل ما نتوقف للاستراحة قصيرة، هذا آخر سؤال راح يكون، أسماء الوجهاء في قريتك اللي كان مهمتهم إصلاح ذات البين بين الناس. أكثر إشي كان الشيخ خليل الأسعد الله يرحمه تعيش. أوه. غيره مين كان؟ محمد علي. واحد اسمه محمد علي سليم. نعم. وبعدين بقى واحد اسمه أبو البندورة يقولون من النجازة. وفي واحد من درويش حسان برقم للعباد ده. نعم. طيب لمن يشاهد هذه المقابلة، كيف كانت العلاقات الاجتماعية بين أهالي قرية بيت محسير؟ والله كان بحب وحلاوة وأخوية صادقة بين بعض المواطنين. عمي وبسام نتوقف لاستراحة قصيرة وسنعود في القسم الثاني من هذه المقابلة إن شاء الله. أهلا وسهلا. شكرا. أهلا وسهلا.